يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن في هذا الفضل قم عدم انقضاء حتى السنة الثالثة، إلا أننا حتى الآن أقرينا أكبر عدد من التشريعات يفوق أي فصل تشريعي سابق. ويعني أشكر أخواني الأفاضل نواب الأمة على هذا الأمر، لكن أعتقد أيضا آلية العمل لها أثر كبير. معظم القوانين يعني تناقش في اللجان، ونحاول من خلال لجنة الأولويات أن نحل الكثير من الخلافات في اللجان حتى نصل إلى المجلس بالحد الأدنى من الخلافات. ونتيجة ذلك أعتقد مثل ما أنتم شايفين المجلس يمكن قام يمشي بسرعة أسرع حتى من اللجان. نتمنى إن شاء الله يعني احنا دورنا التشريع والرقابة، الآن أيضا أحد أدوارنا أن نراقب تفعيل هذه القوانين، اللي نتمنى من الحكومة ومن السلطة التنفيذية أن تقوم بتفعيلها جميعا في أسرع وقت ممكن.